وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مفيدة؟ ماذا تفعلين؟ بخير بخير والحمد لله. أحصي الدول العربية الواقعة في آسيا، وهي 12 دولة. ولم تحصينها؟ أتريدين زيارة إحداها؟ نعم، أرجو ذلك. ندور ثم نزور. نزور الجمهورية العربية السورية. الجمهورية العربية السورية واحدة من دول العالم العربي الكبير وإحدى الدول الإسلامية، وتشغل الجزء الأكبر من بلاد الشام التي تضم أيضا لبنان والأردن وفلسطين. تقع سوريا على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا، ويعد موقعها مهما على الصعيد التجاري والجغرافي، مما جعلها مركزا رئيسيا لكافة الحضارات التي مرت عليها. موقعها جميل. ما هي الدول التي تحيط بها؟ تحدها تركيا من الشمال، والأردن، وفلسطين المحتلة من الجنوب، ومن الشرق يحدها العراق. ها، وهذا هو البحر المتوسط. صحيح، وهو يشكل مع لبنان حدود سوريا من الغرب. عندما تزورين سوريا يا مفيدة إن شاء الله، سترين أنها تتألف من 14 محافظة، أهمها محافظات دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية والسويداء. تبلغ مساحة سوريا 185,180 كيلومترا مربعا. وكم عدد سكانها؟ يقارب عدد سكانها 20 مليون نسمة بحسب إحصاءات السكان لعام 2006. أما العاصمة فهي دمشق. دمشق أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ، وذلك لموقعها ومناخها المتميزين. وقرأت في أحد المواقع أنها كانت عاصمة الدولة الإسلامية زمن الحكم الأموي الذي دام 89 سنة، من سنة 661 إلى 750 من الميلاد، أي من عام 41 إلى 132 من الهجرة. تتميز دمشق بقلعتها الجميلة وآثارها الإسلامية الرائعة التي حافظت عليها حتى اليوم، وأشهرها الجامع الأموي والتكية السليمانية وعشرات المساجد الأخرى، وفيها أضرحة عدد من العلماء المسلمين والأبطال
كصلاح الدين الأيوبي والظاهر ببرس وابن تيمية، كما تتميز أيضا بكنائسها وشوارعها وحاراتها القديمة جدا وأسواقها كسوق الحميدية. ما شاء الله، كل هذه الآثار في دمشق؟ نعم بالطبع، فهناك أكثر من 3000 موقع أثري موزع في كل أرجاء سوريا، فهي تعد من أغنى بلاد الأرض بتنوع الحضارات. يا الله، 3000؟ بل أكثر من ذلك، ومنها قلعة صلاح الدين والمرقب والحصن وقلعة حلب وقلعة بصرى ومدرجها الروماني ونواعير حامات القائمة على نهر العاصي والتي تعد من أقدم السواقي في العالم، إضافة إلى الآثار الدينية كالجامع الأموي في كل من دمشق وحلب وجامع خالد بن الوليد في حمص وكنيسة القديس بولس والكنيسة المريمية ودير مار سركيس ودير السيدة في منطقة صيدنايا الذي يضم مخطوطات قديمة من الإنجيل. هل قلت جامع خالد بن الوليد الصحابي الجليل والمجاهد العظيم؟ نعم، وفيه يوجد قبره رضي الله عنه، كما يتوزع كثير من قبور الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في المدن السورية، كقبر سيدنا بلال الحبشي الموجود في دمشق. سأزور كل هذه المواقع إن شاء الله. ولكننا لم ننتهي بعد، فهناك القصور أيضا، وأشهرها قصر العظم وقصرا الحير الشرقي والغربي وقصر ابن وردان، وبالقرب من مدينة اللاذقية تقع منطقة رأس شمرة، وفيها مدينة أوغاريت الأثرية العريقة والتي اكتشفت فيها أقدم كتابة موسيقية في العالم، ويرى علماء الآثار أن الأبجدية قد بدأت منها. رائع رائع. وعلى رمال الصحراء الممتدة في وسط شرق سوريا يوجد واحد من أهم المواقع الأثرية فيها وأكثرها شهرة في العالم، عروس البادية تدمر. تدمر التي تحوي الكثير الكثير من الآثار، كمعبدي بل وبعل شمين والمدافن البرجية والأرضية والبيتية وقوس النصر الشهير، بالإضافة إلى مسرحها الجميل وحماماتها المعروفة. وقد وصلت تدمر إلى أوج ازدهارها في عصر الملكة زنوبيا. أها، زنوبيا. في كل مرة أزور فيها بلدا جديدا أتعلم أشياء جديدة ومفيدة مفيدة مثلي. إلى اللقاء.